السلام عليكم. رمضان كريم وصيام مقبول. ألتقي بكم مرة ثانية بمحاضرة ثالثة من محاضرات الكدني أو اليورينري تراك ديزيز. أخذنا بالمحاضرة الأولى هو الجلوميرولايتس، ديزيز أوف الكدني اللي هي disease of glomeruli and the renal tubules اللي هي chronic or acute pyelonephritis اللي اليوم مختبر العملي عليها. واخذنا بالمحاضرة الثانية ال renal stone. المحاضرة الثالثة نخصصها ونروح in detail في تفصيل ال urinary tract infections. موضوع مهم خاصة بالنسبة لاختصاصكم، يعني انت بالمختبر هواية يجوك مرضى او تستقبل فحوصات من طبيب المجاري البولية الها خصوصية او الها او تخص اليورينري تراك انفكشنز. فراح هاي المحاضرة شوية طويلة، راح نقسمها الى جزئين. اليوم ناخذ الجزء الاول، وان شاء الله بالمحاضرة الثانية الأسبوع القادم نكمل الجزء الثاني. راح ناخذها urinary tract infections from the following aspect من الوجه من على عشر نقاط. نعرفها شنو معنات التهاب urinary tract infections. اكو عندنا بعض الترمينولوجي، زين، بعض المصطلحات نستعملها، شلون نسوي لها classifications upper و lower، الابيديميولوجي الوبائية مالتها شلون تصير بالميل بالفيميل بالتشيلدرين، الاتيولوجي من يسببها، زين، باثوجينيسيس شلون يصير الالتهاب، يعني ميكانيزمز، الريسك فاكتور منهم اللي اكثر تعرضه للورينري تراك انفكشنز، وات ار ذا كلينيكال برزنتيشن، شو يجيك المريض، اوكي، بعدين الدايجنوسيس اند ذا تريتمنت كونكلوجن اند ريفرنس. اليوم احنا راح ناخذ الى حد الدايجنوسيس، لانه الدايجنوسيس بي ديتيل هوايه تهمك اكثر، فنريد نخليها محاضره منفصله، زين. فراح ناخذ كانترودكشنز شلون نعرف هذا المريض او نقول عنده يورينري تراك انفكشنز، من اكو بريزنس اوف مايكرو اورجانيزمز موجود وذين ذا يورينري تراكت. من نقول يورينري تراكت من الكدني لليوريتر للبلادر اليورفا، زين، فاليورين اذا بي مايكرو اورجانيزم وياه السمتم، يعني بي مايكرو اورجانيزم بي سبب، زين، وياه السمتم نقول عليه يورينري تراك انفكشنز. طبعا من يصير يورينري تراك انفكشنز، يعني وجود الاورجانيزمز ان ذا يورين او وجودها، زين، بال اليوريتر او البلادر اوريفا، معناته اكو انفلاميشنز سواء كان بالكدني او يوريتر او بالبلادر. فاذا سيبتوماتيك بريزنس اوف مايكرو اورجانيزمز ويذن ذا يورينري تراك مع انفلاميشنز نقول عليه يورينري تراك انفكشنز. شو وقت يبين بحيث يعطينا اعراض من اكو سيجنيفيكانت بكتيريا، من اكو عدد هائل من البكتيريا موجوده باليورين، يعني اتليست بكل مل 1 ملز موجوده 10 5 بكتيريا، وجود هذا العدد ب 1 مل يورين يلا تظهر لنا الاعراض. مرات اكو بكتيريا ان ذا يورين او بكتيريوريا موجوده بس وذ نو سيمتم. كل ما كان العدد هائل من البكتيريا in the urine يعطينا symptom. Sometimes there is asymptomatic. شنو معنات urethritis؟ معناته يقصد باليوريثرا اللي هي infection of the urethral tract الحليل. هذا دائما يجينا من يصير عنده واحد يصير عنده infected بالحليل، dysuria، زين، حرقة، urgency، رغبة بالتبول، وعدد المرات يزداد frequency of urination. شنو معنات cystitis؟ التهاب المثانة infection of the urinary bladders. أيضا يجي dysuria، حرقة يجي، frequency يزداد،
جنس الرغبة تزداد، بس في بعض الأحيان من يصير عندي سيستايتس التهاب المثانة يصير بايوريا، يطلع باص باليوريا، وسمتايمز يطلع بلد نسميها هيماتشوريا. من بعض المصطلحات اللي هي اكيوت اخذناها اليوم ناخذها ان شاء الله بالمختبر، شنو معنات اكيوت بايلونفرايتس والكرونيك بايلونفرايتس؟ الاكيوت بايلونفرايتس هو انفكشنز وان اور بوث كدني، انفكشن اوف كدني اند سم تايمز وذ لور تراك اولسو انفكشنز. شو اقصد باللور تراك؟ وجود انفكشنز ان ذا كدني مرات ويا ايضا sometimes ايضا انفكشن بالبلادرز او باليوريتر بالمثانه، ايضا هذا يجي على شكل بايوريا يعني جراء زين، بس يجي فيفر وان بينفول ماتشوريشنز، اكو الم اثناء التبول. الكرونيك ايضا هو حاله من حالات الاكيوت اللي هي تايب اوف باثولوجي زين، مي اور مي نوت ديو تو انفكشنز، مو الا موجود انفكشنز. This is the acute bilonephritis. نجي على بعض ال... أخذنا مقدمة يعني مقدمة، نجي على بعض الترمينولوجي زين. اليورينال تراك انفكشنز نقسمها إلى زين أو uncomplicated urinary tract infections and complicated. نسمع أنه uncomplicated يعني urinary tract infection without underlying ماكو adrenal damage أو neurological أو بعض الـ associated disease بعض الأمراض المعينة. الـ complicated أكو urinary tract infections بس ويا kidney damage مثلاً أو medical أو مثلاً عدة urinary tract infections وعدة diabetic أو عدة another disease أو heart disease، وهذا يسموه complicated. هنا ما عدة another disease بس فقط عدة urinary tract infections. مصطلح آخر نستعمله بيورينال انفكشن هو ريكرنت، من تقول للواحد انت عندك التهابات متكررة. شنو معنات التهاب بالمجال المتكررة؟ يعني فري سيبتوماتيك، ثلاثة نوبات من اليورينال تراك انفكشن بالسنة زين. طبعا هاي بعد ان ياخذ كلينيكال ثيرابي يعني تطيع علاج يطيب ويرجع مرة ثانية وثالثة ويا كلينيكال نسميه ريكرنت. Reinfections إعادة reinfections اللي هو عبارة عن نوع من recurrent urinary tract infections by different pathogen، يعني مو pathogen واحد، مو بس الإي كولاي لا، ويا streptococcus and other organism سميه زين، هو recurrent زين بس by different pathogen. Relapse أيضا type of recurrent بس it is by the same species same، يعني كل مرة يروح للمختبر يحلل موجود الكوزز مال urinary tract infection هو الإيكولاي، بينما الريinfections لا causes different pathogen at the same time. إذن الريكرنت هو عبارة عن ثلاثة نوبات من الالتهاب المجاري البولية زين بعد أن يأخذ علاج. أكو تايب من الريكرنت يسميه reinfection زين، التهاب بس different type. أكو relapse ايضا هو التهاب نوع من الريكرنت بس باي ذا سيم باثوجين ويذن 2 ويك افتر ثيرابي، ياخذ الثيرابي مدة اسبوعين ويرجع له نفس الاورجانيزم. اوكي هذا التيرمولوجي. وات ار ذا كلاسيفيكيشنز اوف ذا يورينال تراك انفكشن؟ دائما يقسموها الى ابر اند ذا لور. الابر يعني هي الكدني اللي هي نقول عليها اكيوت بايلونفرايتس، كرونيك بايلونفرايتس، انترستيشيال بايلونفرايتس، رينال ابسس او بريرينال، يعني كدني الكدني اللي تشمل لنا النفرون يعني جلوماريولاي والليتيوبولز زين، وهذا يسموه الابر. اللور تشمل لنا الجزء اللي مثلا سيستايتس الجزء الاسفل من من الرينال سيستم اللي هو لوب المثانة، لوب البروستات، لوب الإحليل. cystitis infection of the bladder، prostatitis infection of the prostate، urethritis infection of the urethra. إذا نقسمها generally upper اللي يشملنا الكيدني أو النفرون، واللور يشملنا البلادر واليورثرا والبروستات،
وايضا الابر واللور سب ديفايدد بوث اوف ذم، نقسمها الى كومبليكيتد اند ان كومبليكيتد. الكومبليكيتد قلنا اللي وياها اذر ديزيز، والان كومبليكيتد ما وياها اذر ديزيز. اوكي نجي الى هذا الكلاسيفيكيشن ابيديميولوجي، يعني وين يصير وانتشاره. بعض المعلومات على الوبائيه، هي الوبائيه يعني مثلا نلقى الالتهاب في جميع in all age group، في كل يعني من الانفنت، من الطفل الصغير الى الاولد، يعني الانفنت up to the 6 month، من كل 1000 2% عندهم infections. هوايه زين، أطفال بربع، أطفال سنة يحسون بصعوبة بالتبول، نسوي لهم تحليل يطلع عندهم urinary tract infections. ومور كمان in the boy than the girl بالchildren. الwomen it is a greater risk than the men. بس نقول ليش الwomen greater، يعني 40-50% in women و 0.04 in the men. Even urinary tract infection is a common in the female. و10% من ال women have recurrent، دائما recurrent. قلنا recurrent urinary tract infections يعني ثلاثة يعني ثلاث مرات بالسنة زين يصير عندها التهاب مجاري recurrence. 7 مليون نيو كيسز اوف لور يوراني، في كل سنه حوالي 7 مليون من اللور يوراني تراك انفكشنز. زين 1 مليون هوسبيتالايز، يعني من اليوراني تراك انفكشنز حوالي 1 مليون ممكن يصير بي كومبليكيشن ويندخل مستشفى هوسبيتالايز في كل سنه. بالاولد ايج الانسيدنس، نسبه الانسيدنس 10% من المين و20% من women are infected. حتى بالolds age الwomen أكثر. هذا يسمون الepidemiology. What are the causes؟ مين اللي يسبب النهاية urinary tract infections؟ زين؟ اللي قسمناه complicated وuncomplicated. الuncomplicated the most common organism اللي يسبب لنا urinary tract infection is Escherichia coli. وهاي اختصاصك لازم تعرفها. 80% من urinary tract infections زين causes by the Escherichia coli، و 20% causes by other organism، for example gram negative enteric bacteria، for example Klebsiella و Proteus، gram positive cocci streptococcal fecalis staphylococcal the saprophyticus. اوكي هاي which is هذا يسموه مرات نلقى هاي الستافيلوكوكال زين السابروفيتيكاس نلقاها باليانج سكشوالي اكتيف وومنز. اوكي فاذا 80% من الكوزز اوف ذا انكومبليكيتد هو Escherichia coli، وال 20% لوخ باي ذا اذر جرام نيجاتيف او جرام بوزيتيف. اوكي هاي وين بال complicated قلنا urinary functions قسمه الى complicated و uncomplicated. بال uncomplicated Escherichia coli most common causes. بال complicated most common causes هو Pseudomonas aeruginosa، الانتروبكتيريال سيريشيا. ايضا بال complicated نشوف بال hospitalized acquired infections، دائما اللي يدخلوا نلقى اللي يدخلون بالمستشفى نلقى يصير عندهم acquired infections زين. وكذلك اللي يسوون catheterization يدخلون الصوندة خاصة عندهم بول أهل البروستات أيضا within the complicated. viral ممكن يسوينها complicated، for example Oropilla MAM HIV fungi candida والhistoplasma capsulata and the protozoa trichomonas vaginalis وschistosomiasis هيماتوبيوم نوع من البلهاريزيا زين هاي تراكومونس فاجينالس. This is the يسموها complicated urinary causes of complicated، من السيدومونس، من ال acquired hospitalizations، من الكافيترايزيشن. الفيروس ايضا ممكن يسوي لنا complicated urinary tract الفانكاي and the protozoa. What are the pathogenesis؟ ليش 80%
من اليوراينري تراك انفكشنز كوزز باي ذا زين باي ذا مثلا باي ايكولاي او نقول وات ار ذا باثوجينيسيس شلون تصير ميكانيزم اوف زين ميكانيزم اوف انفكشنز فورورد يعني شلون البكتيريا توصل للكدني او توصل الى اليوريناري تراكت توصلها عن طريق فور روت لو اسيندينج انفكشن لو من البلاد بورن سبريد لو من اللينث الانفجينس لو دايركت اكستنشنز يعني توصلها من البروستيت توصلها من اليوترس بالفيميل يعني الاعضاء القريبه اذا فور روت اوف بكتيريا اربع من الطرق حتى البكتيريا تدخل باليوريناري تراكت الاسيندينج مثل ايش الاسيندينج اللي هي موست كمان اسيندينج يجي من اليوريثرا بالبري او بال يدخل من اليوريثرا الاورجانيزمز مثلا نشوفها بالبري انالز منطقه اللي حوالي الانال ريجنز او باليوريثرا المنطقه اللي حوالي الحليل ويصعد زين للبلادر ويصعد ايضا للكدني يوصل فاذا يصعد من الاعضاء التناسليه السفليه فور اكزامبل من الانال لمنطقه الانال ريجنز او منطقه اليوريثرا ويصعد يسميها اسيندينج اورجانيزم اذر روت اللي هو هيماتوجينس كاي شيء يعني يجي عدوى بالدم مثلا يجي اورجان او بكتيريا موجوده بالدم تروح للكدني واكزامبل عليها هو ستافيلوكوكال وايكولاي هذا الاسيندينج الاسيندينج كمان الكمان اورجانيزم هو الايكولاي والبروتياس اوكي على اسيندينج وايل ان ذا هيماتوجينس من البلاد هو الايكولاي والستافيلوكوكا شوف يصعد عن طريق اليوريثرا زين والبلادر واليوريتر الى ان يوصل الكدني بس هم يسموه هيماتوجينس يجي عن طريق البلاد بالبكتيريميا موستلي هو ستافيلو موستلي الكوزز اوف ذا هيماتوجينس هو الستافيلوكوكال اوريس أذر روت اللي هو الليمفاتيك من الليمف نود اللي قريبة يعني عندنا مثلا القريب من اليورينري تراك الريكتم أو الكولون أو البروستات تنقل البروستات والبلدر الومن تجيها عن طريق الليمفاتيك اللي موجودة بالبيري يوتراين الليمفاتيك يعني من الرحم الليمفاتيك الموجودة بالرحم هنا الليمفاتيك الموجودة بالميل بروستيت أو دايركت اكستنشنز مباشرة من العضو القريب ايش عندنا احنا مثلا عندنا pelvic inflammatory disease اللي دائما يصير بالفيميل ممكن تروح للبلادر واليوريثرا and so on او من الجينيتو يوراينري الاكسترنال جينيتاليا ميل او فيميل ممكن يصير بها التهاب وتروح الى اليوراينري تراكت اذا we have a four root حتى توصل بكتيريا يا اما ascending يا اما blood مباشرة اللي هو ستار يا اما من الليمفاتيك بالميل بروستيت بالفيميل اليوتراين يا اما دايركت اكستنشنز مباشرة من البروستيت مباشرة من الجينيتو يوراينري تراك فيستولا اوكي قلنا الاورجانيزم المسؤوله الكوزز هي ركزنا 80% من الايكولا من اليوراينري تراك انفكشنز كوزز باي ايكولاي زين Many strain presence, but the only few causes. هواي عندنا strain بس الإي كولاي يعتبروها من الأورجانيزم اللي يسببنا. شنو اللي يخليها شنو الصفات اللي موجودة بالإي كولاي اللي تخليها تسوينا most common causes of urinary. موجود الفيمبريا كماشات. موجود عندها ريزيستنت تو سيرم بكتيريوسايدال اكتيفيتي تعطيها انتبايتك تقاومه عندها عندها كبسول عندها توكسين برودكشنز للهوست وخاصه مثلا يوريس انزيم فناخذ رسم نشوف بس ازبا شريشة كولاي شنو المؤهلات مالتها اللي تخليها موست كومن او حتى تقاوم العلاج اول ما العلاج ما هو وجود الفيمبريا هذا الابيثيليال سيلز وهاي ال زين الاشريشيا كولاي زين شوف هاي الفيمبريا زين
الامتدادات اللي موجوده وتروح على الريسبتور الموجود بالفيليلز. عندها ايضا سايتوتوكسيك، عندها سايتوتوكسيك فاكتورز اللي ممكن تحطم لايسيس بهوست سيل. عندها بعد ايضا عندها اوتر ميمبرين او كابسوليتد، هذا الكابسوليتد اللي يحفظها زين، عندها اوتر اللي هي الكابسوليتد. وعندها ايضا مثل ما قلنا عندها الريزيستنت تو سيروم بكتيريوسايدلز، زين، المواد القاتله مثل الانتيبايوتيك عندها نوع من المقاومه. كل هاي الصفات تاهلها تقاوم العلاج وتبقى هي ذا موست كومن كوزز اوف ذا urinary tract infections. What are the risk factor؟ شنو الريسك فاكتور؟ شو منهم المجاميع زين المشموله واكثر شيء باليورينري تراك انفكشنز؟ قلنا هن هو ان اول ايج، بس زين الايجنج الاعمار الكبيره اللي خاصه عندهم دايابيتك معرضين يكون عندهم يورينري تراك انفكشنز. اليورين ريتينشنز مثلا اللي عندهم تضخم بالبروستات او عندهم امبير ميون بالفيميل. ليش اكثر شيء الفيميل يصير عندهم يورينري تراك انفكشن؟ لانه عندهم شورتر يورثرا، يورثرا مالتهم حوالي 3 الى 4 سنتيمتر. واثناء الانتركورس اللي يستعملون موانع كونتراسبتيف اند انكمبليت بلادر امتي، يعني ما يصير تفريغ كامل للبلادر، فهذا سسبتبل بالفيميل. الميل جاي من البروستاتيك، تضخم البروستات وكذلك التهاب البروستاتيك. اوكي، هذا الايج. What are the clinical presentations؟ شنو الأعراض اللي تجينا تقول لنا نقول إنه this is the urinary tract infections؟ الأعراض تعتمد على السايت، مو clinical manifestation depend on the site of infections. وبعد and depend on the age، يعني الانفنت أو children يجينا أعراضه تختلف عن أعراض الأدلت. لذلك على السايت وين؟ بالكدني، باليوريتر، بالبلادر، باليورثرا، او على الايج. خلينا ناخذ مثال على ذلك. فور اكزامبل كلينيكال مانيفستيشن ديبيند اون ذا سايت. اوكي، مثلا العده يورثرايتس بالالتهاب بالاحليل اليورثرا يجينا ديسكومفورت، يعني اثناء التبول عده نوع من الالم، عده حرقه، عده رغبه ارجنسي، وعده فريكوانسي. فريكوانسي يعني عدد التبول، هذا زين يدلنا انه عنده يورفرايتس. اوكي، اليورفرايتس هي هذا اليورفرا، هذا اليورفرا الاحليل. اوكي، هذا الاحليل اللي موجود، او ديبيند اون ذا سايت مثلا عنده التهاب بالمثانه، هم يجينا عنده حرقه وارجنسي وفريكوانت يورينيشنز، بس عنده بيلفيك ديسكومبارت، الم بالحوض اللي هو مكانل او ابدومينال بين، او سم تايمز بايوريا، جراحه بال زين جراحه بال باليورين. هنا اللي يميز لنا انه لانه موقع البلادرز موجوده بالبيلفيك كافيتي، فيجينا المريض ديسكومفورت ان ذا بيلفيك او ابدومينال بين، اند سم تايمز توصل حد التهاب المثانه الى هيموريجيك سيستايتس، يعني visible blood in the urine، يشوف blood in the urine. و irritated voiding symptoms، يعني من الإدرار أثناء urinations يشوف نوع من التخدش، نوع من الحرقة القوية اللي هي cystitis. أو due to an inflammation in the kidney اللي هو نسميه pyelonephritis، التهاب حوض الكلى. زين؟ اللي هي حوض الكلى. شو نشوف؟ invasive natures، هذا الأعراض مالته أكثر. suprapubic tenderness فوق ال suprapubic يعني فوق ال pelvic cavity، يجي وياه fever و chills رجفة. نشوف white blood cells cast يطلع باليورين، نشوف يعني white blood cells باليورين. back pain لأنه زين موقع الكلى. noisy vomiting يعني لأنه عنده مغص كلوي، noisy vomiting أخذناها بالبايلونفرايتس أعراضها. زين، وممكن if it is untreated للبايلونفرايتس التهاب حوض الكلى ممكن يؤدي الى السبسس، يعني يؤدي الى باص والتسمم او سبتيك شوك، يروح في فقدان وعي ديو تو سببه هو تسمم بالبكتيريا
وممكن يؤدي الى الديث. اذا the clinical presentations depend on what? Depend on the site. يعني التهاب اليوريثرا يختلف عن التهاب المثانة وكذلك يختلف عن التهاب الكلى. ايضا the clinical presentation depend on the age. مثلا بالبيبي والانفنت نقول failure to thrive ما يقدر، يعني يريد يبول بس ما يقدر، ويا فيبر apathy and the diarrhea. اوكي بالتشيلدرن يحكي، يعني هنا ما يقدر يقول لك انا عندي حرقه بالادراع، ما يقدر يقول يعني ويا سخونه ويا دياريا. هنا تشيلدرن يقول عندي سيوريا ارجنسي فريكوانسي، ممكن بلاد هيماتوريا، ممكن ابدومينال بين وفوميتنج. بالادلت خاصه باللور يوراينري تراك انفكشن ايضا فريكوانسي وارجنسي وديسيوريا وهيماتوريا. شوف دائما الهيماتوريا وين نلقاها؟ بالنهاية باللور يعني وجود الدم باللور يوراينري تراك انفكشن. بالابر نلقاه فيبر يعني ساين اوف انفكشن، رايجر لوين بين يعني الم بالخواصر، وسمتم ومرات وياها سمتم اوفن يعني ويا من نقول عندنا التهاب بالكلى يجينا المريض عنده فيبر ورايجر وعنده بين مغص وياه هذني اللي هي لور يوراينر اللي هي فريكوانسي والارجنسي. بالالدرلي بيشنز معظمهم اسيمبتوماتيك زين، يعني نوت دايجنوسيس ات ذا سيمبتومز ار كومن وذ ذا ايج. نعم يعني بالالدرلي المريض مو دائما يجيك عنده سيمبتوم، هو عنده التهاب بس مو وذاوت سيمبتومز. اوكي اذا حد هاي الدايجنوسيس انتهت الجزء الاول من المحاضره اللي اخذنا بها جوله عن بعض التعاريف بالإبيديميولوجي and the causes and the clinical presentation. من وصلنا الى الدايجنوسيس راح ناخذها بالتفصيل بالجزء الثاني من المحاضره. اي سؤال او استفسار اني حاضر. طبعا اكو هاي عادي في كل محاضره، في كل نهايه محاضره اكو كويز. اوكي التقيكم باكر حسب الجدول اللي منشور ب 8 الى الساعه 10 ب 8 على التيم 8 مو بال 10 لا ب 8 الى ال 10. اوكي شكرا جزيلا.